الصلاة والسلام على رسول الله. الخوت مازالين خدامين في التوتوريال ديالنا. دابا حنا وصلنا لعند اكسبولز اندكس اند اتش تي ام ال، شفناها كي دايره. الا ما عقلتوش ها هي بولز، هنا خرجت لنا انكور تاك ديالنا بالال اي باليو ال. وكان الخوت كما كيوضحوا لنا هنا في البارتي ديال الكود، هنا درنا اتش تي تي ريسبونس اتش تي تي بي ريسبونس، درنا تومبليت دوت رندر كونتكست والريكويست. اوكي ريكويست هي اللي جاينا من هنا، كونتكست راهي هادي فيها الفاريابل ديالنا باش نلوحو فيها. هنا جاتنا اكثر سامبليسيتي، هنا في الرندر نلوحو نديرو ريتورن رندر نيشان في الريكويست والبولز والكونتكست. هنا شنو حنا رندر كونتكست ريكويست ما عندش وكان رندر هادي هي فونكشن في التامبليت. سو هادي رندر فونكشن بوحدها ما جاي من هنا من جانجو شورت كاتس، يعني دا اختصار. هادي جاي من التامبليت، تامبليت دوت رندر، هادي شورت كاتس جانجو شورت كاتس. سو نطبقو هادشي، ناخد جانجو شورت كاتس ولكن نتأكد بلي عندنا نو ما عندناش جانجو شورت كات دوت رندر. و رندر كتاخد لي لي بارامتر ريكويست و التمبليت ديالنا و الكونتكست. مزيان هاد الاختصار زوين، ريكويست تمبليت و الكونتكست. مكاينش شي خطا، نمشيو نشوفو الكومونتير علينا هاد اللودر، هذا تومبليت اللودر مبقيناش محتاجينه. هنا ما درناش ريتورن داكشي علاش عطا الخطا. دوك خويا ما رجعش ليا والو، واش بغيتي مني؟ اوكي خدمات كلشي مزيان. هنا دابا في فونكشن ديتال خصنا، كاين عندنا واحد المشكل مثلا كما لحت ليها قبيل، انايا لحت ليها واحد 44 ولا 34 وعطاتني الكلمه اللي حنا يو لوكين فور دات اي دي داتا يو لوكين فور ات كويشن الكويشن اي دي. ولكن دابا لا، من لوحو تومبليت خصها داكشي يكون ثابت ومزيان وكتابه ناضيه. داكشي علاش نديرو تراي كاتش ونجيبو معانا هاد ال HTTP جانجو HTTP HTTP 404 طب ناخدها غير هنا. هاي هي جانجو HTTP. سو غادي نمشيو ل امبورت رندر، لا سو غادي ناخدو هاد تراي كاتش. كيما ديما ممكن غير كاشي تراي، شنو تراي كواشن كتساوي كواشن اوبجيكت جيت البرايمري كي يكون كيساوي كواشن اي دي. الى عطاتنا راه مزيان، ما عطاتناش غنديرو question does not exist في HTTP 404. so المهم عندنا حنا شنو عندنا request اللي كتجي من هنا، وعندنا template detailed HTML. يعني دابا حنا template راه مازال ما درناش، وعندنا question هنا هو context في question و question، وهذه هي اللي كتلاح detail HTML هو اللي كيخدم بها. منطقيا غنمشيو نديرو واحد الداتا اش تي ام ال. واش فتحنا الاندكس هنايا شنو فيه؟ هي دابا لاحظنا مزيان وركزنا مزيان شنو جاينا هنايا. جاينا كواشن، يعني غنخدمو بهاد الكواشن هادي.
Detail HTML under shippy tag. اوكي هنا ما خدامش دابا مزيان. نديرو الكواشن ديالنا. اوكي كواشن واش نلوحو هكا؟ لا نلوحو الكواشن ونديرو التكست ديالها ونلوحو الكواشن تكست. اوكي اجي نشوفو مثلا هنا نديرو هاو ار يو خرجنا هاو ار يو. اجي نشوفو شنو كاين هنا. مثلا حيدنا الكواشن تكست شنو غادي يخرج؟ يخرج لنا نيت سترينغ ديالنا هاو ار يو حيت درنا لي حنا الكواشن ديما كتجي تو سترينغ. درنا دابا جوج مزيان. درنا هاد الرقم هذا يخرج ليا باج 404 نوت فاوند مزيان. هاد راه ماشاتش وكاينه راه هاد راه مخرج لنا جانجو ولي مخرج لنا هاد لاباج هادي. واخا ما عجبتكمش راه المهم كوميم باج ماشي ايرور. كاين حتى واحد الشورت كات عاوتاني جيت اوبجيكت اور صفر 404 كما تعادنا حنا في لارافيل اللي جاي من لارافيل راه كاينه في الدايره. غير لارافيل ما كتلوحش 404 راه كتلوح ايرور. هنا كنشوف القوة ديال جانجو. شنو عندنا هنايا في الديتاي؟ بلاش تراي بلاش اكسبت هادي بلاش ادريس اش تي تي بي 404 نديرو غير هادي. و هادي غنديرو لها ان كومونتيغ. صافا نعاودو نجربو هنايا شوفو. هنا كاين عندنا واحد الغلط شوفو هنا قالك هنا عندنا get object or for or for قالك is not defined داكشي علاش عطانا هاد الخطا هذا. هاي كاين هنا غير ما امبورتيتهاش شورت كاتس. ندير كنترول اس وكلشي يولي عندي خدام مزيان. نجيب لابليكاسيون ديالي عندي فيها ايرور. ايرور الاولى شنو قالتلك؟ قالتلك النيم ايرور. غادي نبدلها رجعتلي 404 و دازت نجيم انا. اوكي ها البولز ديالي خدام مزيان. اوكي هنا في الديتاي ممكن نجيبو من الكواشن كواشن سيت اول يعني كاع لي تشويس اللي كاينين تشويس سيت غادي نبقاو نصينيهم بوحده بوحده نصينيهم الفاريابل تشويس بالفور لوب ونبداو نلصقو تشويس تشويس تكست تشويس تكست. انا شتو كيما هنايا رجع هنايا دوت كواشن تكست باش كيبان داكشي لبنادم اللي ما كتبش لابليكاسيون كيبان ليه داكشي مزيان واضح. نمشيو للديتاي اش تي ام ال نحيدو لنا هادشي ونديرو اتش 1 ديالنا وداكشي ناضي. يبان لي هنا ها الكواشن ديالنا وها لي تشويس اللي كاينين. كاين عندنا حتى واحد الكواشن كيما فيهاش حتى شي تشويس مخرج فيها شي حاجه حيت الفور لوب ما دارش اصلا كاين فيها والو. اوكي هنا عندنا واحد الامبروفمنت في الايرل. هنا كنا شنو كنكتبو في الاشرف ديال اي اشرف هنا كنكتبو سلاش بولز وعاد كنلوحو الكواشن اي دي وعاد كنلوحو الكواشن تكست. هادي ديما نبقاو نلوحوها ولكن هنا كاين واحد التغيير. هنا في هذاك التومبليت ديال جانكو كاين فيه واحد التومبليتين سميتو ايرل. هذاك ايرل كتلوح له كتقول له اخويا جبد لي هذاك التومبليت اللي هي ديتاي
ولوح ليها واحد كويشن اي دي اللي هو كبارامتر، حيت هي فونكشن يعني مفرقه باسباس، يعني البارامتر الاول هو ديتاي، البارامتر الثاني هو الكويشن اي دي. واش اللي نديرو حتى حنايا نحيدو عندنا هذا باش نحيدو ديما، انا كيعجبني كومونتي داكشي علاش غادي نمشي للاندكس وندير واحد الكومونت غادي نجيب عندي هذه وغادي نجربها في اندكس في بولس اندكس ديال بولس. اوكي هاي خدام عندي مزيانه. اوكي الخوت هو هادشي اللي كيصلح لينا دابا، مثلا الا كان مشينا في الاورل ديالنا، الاورل ديال اش ديال في البولز، هنا عندنا اورل. اوكي نسيت واحد الوقيته وبغينا نبدلو مثل البات ديال هاد الديتاي هادي، مثلا كما قالوا هما في الاكزامبل، مثلا بغيتي ديري سبيسيفيك هنا، سبيسيفيك مثلا شي هنا صدق واحد الايرور، ولكن اللي جيتي من البولز، من البولز هنا درتي هاواريو التكنيشن سبيسيفيك، التكنيشن سبيسيفيك ما كاين لي ايرور لا والو، هذاك الشيء علاش كنديرو غير هذاك ستايل اللي درنا في ايرل كتجي مزيان. سو انا بالنسبه لي ما عندي ما تبع سبيسيفيك هذه، المهم ها توضيح وصافي. حنا الخوت واحد التوضيح اخر مهم جدا، علاش درنا ملي درنا هنا في الاندكس، اللي حنا هاد سترينغ اللي هو ديتاي، هاد سترينغ اللي هو ديتاي هو النيم ديال الايرل اللي لوحوا ليه هاد البارامتر هذا. وهنا شفنا في لوزور ديالنا عندنا واحد نيم ديتاي، وعندنا كيتسنى نيم ديتاي كيتسنى واحد كويشن اي دي كبارامتر. سي تو دري. اوكي الخوت واحد الحاجه مهمه دابا، هي ما تنفعناش دابا حتى عندنا ابليكاسيون صغيره، ف عندنا واحد البروجي صغير في ابليكاسيون وحده، ولكن كان عندنا بزاف ديال لابليكاسيون، بزاف ديال لابليكاسيون شنو غادي نديرو؟ غادي نبداو نفرقو. دابا مثلا يقدر يكون شي راوت مثلا حتى هو سميتو بولز وفيه ديتاي، مثلا دابا يجينا هنا حتى هو يكون في غير تنظر لك غير على هاد الكتاب اللي كاين هنا اللي في الايرل، تقدر يكون في الكتاب ديالو هو سميتو بولز هنا وفيه سبيسيفيك هنا وفيه جوج هنا. ولكن هنا كندير واحد الحاجه مهمه، كندير واحد نيم سبيسين معروف هذه في بايثون، كيدير نيم سبيسين اي حاجه كيديروا لها نيم سبيسين، داكشي علاش غنجيو حتى هنا حتى حنا هنايا وغنديروا واحد نيم سبيسين ديال اب نيم فين في الايرلز دوت باي في البولز، في البولز هنا في الفيشي بولز ماشي في التمبليت، المهم في شي بولز لان هنا ها هو بولز، نديرو نيم سبيس في الايرل، نديرو نيم سبيس هنا، نديرو واحد الكومنت هنا فور نيم سبيس، ولكن دابا تشوفها ما تخدمش، نشوف هنا كاين شي خطا هنا ولكن ما غاديش تخدم، مثلا بولز جينا مزيان هنا يقول لك نو ريفرس ماتش، يعني ما كاينش شي حاجه سميتها ديتاي، ما كاينش حاجه سميتها ديتاي. علاش هنا فين عطاك خطا فين؟ هنا كاين واحد ديبوكاج كاين في جانكو، هادشي حاجه زوينه. هنا نجيو هنا نديرو نيم سبيسين في الديتاي ديالنا. سو نمشيو للايرز اللي عندنا هنا في الديتاي، هنا لا في الاندكس، نديرو هنا نديرو بولز، نفرقو هنايا. سو نمشيو نعاودو هنا عطيني، نمشيو نديرو بولز عادي جدا. دابا اللي شفتو معايا هاد جوج نقيطات هنا كيديرو لنا نيم سبيسين، نيم الاكبر والنيم اصغر اللي موراه. لو عاودنا شفنا الايرلز كاين هذا هو النيم الاكبر والنيم الاصغر اللي موراه، مثلا اندكس ولا ديتاي ولا ريزالتس. اوكي هيا راه واضحه في الدوكيومونتيشن، وهكا نكونو سالينا هاد البارتي هادي الى بارتي واحدة اخرى ان شاء الله. الله يعاونكم، الله يسهل عليكم، وعاونونا دعمونا في القناة ديالنا ونشروها ما بين صحابكم، ما تخليوناش غير بوحديتنا هكا تنتقاتلو. إلى اللقاء.